كيش، يا ترى ايه الكيش ده؟ اسم جديد وغريب حتى هنا في استوديو لي كيش، احنا سمعناش الاسم ده قبل كده. كيش ده اكله موجوده في اوروبا، تحديدا في انجلترا، اكله جميله جدا جدا، ممكن نعملها على الغداء، ممكن نعملها على العشاء بطرق مختلفه. هقول لكم الوصفات كتيره مختلفه من طبق واحد هنعمله مع بعض النهارده. الكيش عباره عن واحد بيضه، اتنين علبه زبادي صغيره، ولما اقول علبه زبادي مش كوبايه زبادي، علبه الزبادي الصغيره اللي بتبقى 100 جرام، اتنين علبه زبادي صغيره، 2 كوباية دقيق أبيض، 1.5 كوباية دقيق ذرة، 0.5 كوباية زبدة طرية بدرجة حرارة الغرفة أو تسيحيها، مش مشكلة مش هتفرق معانا، ملح وفلفل، ونص معلقة بيكنج باودر. هقول بسرعة تاني، 1 بيضة، 2 علبة زبادي صغيرة، 2 كوب دقيق أبيض، 1.5 كوب دقيق ذرة، ونص كوباية زبدة طرية، ملح وفلفل، ونص معلقة بيكنج باودر. ده علشان البيز بتاعتنا أو العجينة اللي احنا هنعملها للكيش. حشوة الكيش بقى عبارة عن كوباية فراخ مكعبات، حابة تحطيها نية أو مستوية ده راجع ليكي، وكوباية بروكلي متقطع صغير، كوباية جبنة كريم، ونص كوب حليب، واربع بيضات، ملح وفلفل، رشه جوزة الطيب، ورقه لوري، وبصله صغيره علشان نحمر بيها الفراخ.